Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. مدرسة مسلمية نقاش في الجدار في الجلسة السابقة كنت تحدثت على محنة الديمقراطية في العوالم غير الغربية مغربنا متجن يعني لأن هذا هو المشكل لأسباب كثيرة إذا عدنا إلى الوصول يلي الانفتاح على الديمقراطية سنجد بعض هذه الأسباب متوفرة منذ البداية طبعا الديمقراطية جاءت مع الليبرالية والليبرالية جاءت في حقائب الاستعمار هذا مشكل من الأول من الأول كاين مشكل اسمه وبالتالي من البداية مجموعة من المتعلمين آنذاك سفهوا الديمقراطية يعني من البداية ما يمكنش واحد اللي مستعمرني أنا غادي ناخذ مني هذا وغادي يمكن نستافد منها كان هذا مشكل كاين في البدايات لذلك مثلا ملي كنمشيو نتابعوا شكون هما الديمقراطيين سموك الحركة الوطنية كنلقاوهم قلة وهذه قلة من الأشخاص البارزة فيها كنلقاو محمد بن حسن بوزيد كي يضع الديمقراطية مكانا في الأوساط يعني الوطنية النقاش ما كانش سهل لأنه منعوا إلى خطابه سنجد أنهم اشتغلوا مبشرا ويبشروا بالليبرالية ويبشروا بالديمقراطية يعني خصو بالبداية ثم معلما فهو يعلم إذا رجعنا للرأي العام كنلقاو معنى حقوق الإنسان ما معنى التسامح ما معنى الملاعن ما معنى حقوق الفرد ما معنى حقوق الإنسان يعني أن واحد المجموعة يعني ديال قاموس الناس كي نوصل هذه الديمقراطية أكثر من ذلك أن بالنسبة له الديمقراطية لم تكن وسيلة حقوق فقط بل هي كذلك وسيلة نضال يعني استرجاع الاستقلال وظفها كموظفة ليبرالية يعني إذا مشينا للخطاب ديالو في الثلاثينيات راه المحور الرئيسي في نظام محمد بن حسن الوزني هو حقوق الإنسان فلسفة الحق حاضرة بقوة وبالنسبة له لا يمكن محاربة فرنسا وردها على اعتداءاتها إلا من خلال حقوق الإنسان ما دام فرنسا مسؤولة عن حقوق الإنسان وتعتبر نفسها يعني إنسانيا وبشريا وتاريخيا من بنات حقوق الإنسان إذا من هنا كان المدخل ونضاله كامل في الثلاثينات حتى في 37 حتى مشهد الاعتقال وكلهم بني على مقولة حقوق الإنسان وأن المغاربة من حقهم يستقلوا من حقهم يكون عندهم الحريات من حقهم إلى غير ذلك من هذه الأمور ما بعد الحرب العالمية الثانية لما عاد من المنفى سنجد كذلك أن الديمقراطية والليبرالية حاضرة بقوة في طريقة النظام فبالنسبة للديمقراطية ليست نظام حكم فقط الديمقراطية يمكن أن تتحول إلى أداة نضال لاسترجاع الاستقلال ومن هنا قبل قليل سيد حمزة على مذكرة شو تنبير في 1947 مذكرة هي برنامج قدم إلى الحماية في برنامج من أجل الوصول إلى الاستقلال ومبني على أساس أنكم تعطيونا دستور تصوروا لنا دستور ننظموا انتخابات نصوبوا حكومة تصوروا برلمان وهذا البرلمان يناقش المستقبل ديالنا وبالتدريج في واحد الفترة معينة نكون تعلمنا الديمقراطية تعلمنا الانتخابات تعلمنا شنو أنا ذاك نتفاوض على الاستقلال يعني فهذه المسألة هذه لما كنجيو مثلا من هذا التسفيه اللي كان الديمقراطية من قبل مجموعة من المثقفين في الفترة ديال الاستعمار يعني كان بني أولي على أنها جاية من الغرب وكانت محاربتها كذلك بمجموعة من ما اسمه التشويه المصطلح وهذه الظاهرة لم تكن عندنا فقط كانت حتى في بلدان أخرى عربية وخاصة مصر اللي هي الأم اللي الأولى اللي تبنات الليبرالية ومنها تسربت الليبرالية مجموعة اللي بقى في العالم العربي لطفي السيد هو أبو الليبرالية في الشرق
في مصر أساسا، واللي كان ترجم الليبرالية مذهب الحريين، يعني بالنسبة للحرية ستكون حاضرة بشكل قوي، ترشح في الانتخابات، ترشح في الانتخابات ومن خصومها أحد الشيوخ. هذاك الشيخ ما عرف بأن رتب السيد غادي يدي ليه يدير، غادي يدي اسمه، فدار حملة وسط عامة الناس، خاصة المجتمع باقي في صمت، باقي كومبي، باقي، وتيشرح لهم الديمقراطية. مش عارف شنو تسولوه، قال لي شنو الديمقراطية؟ قال لي الديمقراطية هو الناس ما يصوموش، الناس ما يصليش، والناس يتبادلوا نسائهم. يعني يلعب على وتر اللي يحساس في مجتمع تقليدي وهذا. يعني الناس لما لطفي السيد دار تجمع سولوه الناس، قال لي واش انت ديمقراطي؟ انت كي قال لي نعم انا ديمقراطي. هربوا يعني هربوا من خلاو غير التجمع وحده. نفس الشيء في المغرب كذلك لما كنرجعوا، فبالنسبه للفكر الديمقراطي كان وصفه من قبل مجموعه ديال التنظيمات السياسيه اللي كان كيبان لها اننا ما نديروا بهذه الايديولوجيات المستورده الى غير ذلك، وكانت مرفوضه من القصر، كانت مرفوضه من القصر. عبد الهادي بوطال في المذكرات ديالو كيذكر في الوقت اللي كان مدرس المعهد المولوي، تيقول بان استدعاني سلطان محمد بن يوسف مره، قال لي مباشره غادي تهضر مع ذاك صاحبك الوزاني، ينقص من ديك الهضره على ديك الديمقراطيه ديالو. راه كاين في المذكرات ديال عبد الهادي بوطال، يعني هذا ما يعني اذا كان هذا المشكل هذا، ومع ذلك الوزاني بقى مستمر. هذه اللي متعلقه بالحمايه. لما ناتي الى الاستقلال، الصراع كان بين توجهين، توجه يرى ان مستقبل المغرب في بناء دوله قويه، وعلى راسه حزب الاستقلال جناحين، الجناح ديال الهدي الفاسي والجناح ديال الهدي ابي بكر. بينما كان توجه اخر ديال الوزاني اللي كيقول بناء المؤسسات. ما نجحش الوزاني، يعني الذي نجح هما اللي خصهم يبنيو بدوله قويه وبدوله. طبعا ملي كنرجعوا الخطابين معا كنوجدوا شيء بالتنافر، يعني الخطاب ديال الناس اللي مركزين على بناء الدوله تيقولوا الانتخابات والبرلمان وهذه النقاط كلها ماضيه على الوقت. الان دابا نبنيو الدوله القويه، عاد نفكروا في المؤسسه. بالنسبه للوزير تيقول بناء الدوله القويه هو بناء الدكتاتوريه. اذا المؤسسات هي الاولى، ومن خلال المؤسسات تقوى الدوله. هذا الخلاف هذا هو اللي بقى مستمر دائما بين هاد جوج ديال التيارات طيله هاد الامور. طبعا فيما بعد اذا انطلقنا من الان، حاصله هي اللي جات من ستينيات لهذا الشيء. الان مثلا الخريطه السياسيه عندنا منذ سنوات يعني كل توجه سياسي، لان دائما كنهضروا في السياسه كنهضروا على يمين وعلى يسار، كل توجه كيخدم حاجه اخرى اقل من الشعارات اللي راه دائما كنقولوا. بواحد الوقت ملي كنقولوا على اليمين ليبرالي راسمالي، وتنقول بان اليسار اشتراكي شيوعي، يعني هذا هو التقسيم. لكن اظهرت الامور، الممارسه اظهرت هاد السنوات الاخيره بشكل كبير وواضح ان من يرفعون شعارات ليبراليه ممارستهم ما عندها علاقه بالليبراليه، اقطاع يسار، لان التناقض ديال الليبراليه هو الاقطاع، والتناقض ديال الاشتراكيه هو الراسماليه الليبراليه. الان ما كنشوفوا الناس ديال اللي رافعين شعارات ليبراليه ممارستهم كلها غير اقطاعيه. مسؤول معين كيقول للناس غادي نعاود لكم الترابي، الناس فهموها في التربيه، هي ماشي التربيه، هي الترابي بالدارجه، الترابي بالدارجه هي اعلمك الطاعه. دابا الناس كيقولوا راه بغا يعاود لنا الترابي، انا بغا يعاود لنا التربيه، لا هي ماشي التربيه، كيقصد التربيه. الترابي هي التراتبيه ديال المجتمع، خصكم تعلموا تطيعوا اللي كبر منكم، واللي اعلى منكم فعلا. بينما مثلا من خدم الليبرالية أكثر في المغرب؟ اليسار، ماشي اليمين. بحكم التجربة بدات المسألة من حقوق الإنسان،
من حقوق المرأة، من حقوق يعني توجدوا هاد الحقوقية خدمات الليبرالية جدا. مش كل خدمات خدمة اليسار، مش اليمين. اليمين كيمثل الليبرالية، بينما اليسار هو اللي خدم الليبرالية، هو اللي عطاها متنفس، هو اللي خلاها تكون مقبولة من خلال النضالات ديالو اللي بدات تقريبا من الثمانينات وبشكل قوي. طبعا هاد الامور هادي كتعطي صورة ديال سريعة بزاف على اسمه، وربما تبان لك انه في الواقع او في محنة الديمقراطية لا يستقيم بدون العودة لهذه الاشياء. يعني شوفوها بعدا هي وانا ذاك شنو المنتوجات اللي يمكن لنا نديرها. لان دابا ملي كنتكلموا على الديمقراطية، شنو الديمقراطية؟ كل واحد كيقول الديمقراطية، اللي في اليمين كيقول الديمقراطية، اللي في اليسار كيقول الديمقراطية، اللي في الوسط كيقول الديمقراطية، ولا أحد يتبع كلمة ديمقراطية لوصف معين. حتى واحد ما كيقول اسمي. دابا بالنسبة للناس اللي ليبراليين في الغرب، راه كيقول الديمقراطية، وبالنسبة لي راه كيقصد الديمقراطية السياسية، إذا كان ليبرالي. إذا كان اشتراكي راه كيقصد الديمقراطية الاجتماعية. ولا اكثر من ذلك، كاين حتى على مستوى الدول يمكننا نهضروا على الديمقراطيه الفرنسيه والديمقراطيه الانجليزيه وليس على ذلك. حنا لا احد يتبع كلمه الديمقراطيه بصفه معينه، وكل يتحدث عن الديمقراطيه بطريقته الخاصه وكيذكرها في اي لحظه. اذا كلكم كتهضروا على الديمقراطيه، شنو هي الديمقراطيه؟ وكاننا كلنا كنهضروا على الديمقراطيه، كنحاولوا نهضروا على الديمقراطيه، كل واحد كيهضر على الديمقراطيه بالشكل اللي كيفكر فيها هو. اذا ما متفقينش حتى على المصطلح او حتى على مجموعه مصطلحات اللي غادي تكون موزعه ما بين الاحزاب السياسيه او بين هذه القضيه. فهذا خلق من المشاكل كذلك اللي خصنا نناقش وخصنا نعرف واش من الديمقراطيه كنقصدوا. وربما هنا كتبين ايديولوجيات خدامه، ولكن كيهضر دابا على الاشتراك على الديمقراطيه. اذا كانت الوجوه الاشتراكيه كاين في الاجتماعيه اكثر، ليبرالي كيهضر على السياسيه اكثر. الان كاين اللي كيقول كتب الديمقراطيه الاسلاميه قياسا على الديمقراطيه المسيحيه في هولندا. طبعا هذا هو المساله، ولكن ما كاينش وضوح، ما كيمكنليش هذا كيهضر على الديمقراطيه ما كنعرفوش علاش من الديمقراطيه كيهضر. هذا هو حتى غير فانا نتيجه عندي أن هذه من الأمور اللي ما خصهاش تنسى، لأنها هي اللي مشوشة نوعا ما. إذا تفرزات يمكن لنا نفهموا. طبعا هذه قلنا كاين بغينا باش نبداو الجلسة. على سيرة الوقت لها جراعة هذه التضامر من بداية هذا التنسيق والاتصال ولبقية الزملاء والأصدقاء الذين يقفون وراء هذه التضامرات العلمية. في الواقع الحال جئت مثل زملائي مشاركة وإصرارا بالمشاركة، لكن الأستاذة حرية جاءت في الصباح بمهمة جديدة وكلت إلي استعداد تقرير في غياب المقرر تركيبي، فانشغلت بتتبع دقيق أنا من حسنات هذه المهمة وأن أعطتني الفرصة لتتبع كل المتدخلين بجملهم وبأفكارهم رغم ما استبعين من الإرهاق. انتهيت في النهاية إلى أنني تابعت كلماتهم ونسيت كلماتي، فأنا الآن محتاج لأن أتذكر ما كنت أود قوله في كلمتي لأنني شغلت بما يقوله الآخر. وعلى كل حال هي كلمات تشكل في النهاية ما يشبه الباقة في اختلاف الوانها، لكنها ضروريه لتعطي جماليه للباقه. الباقه في نهايه المطاف جماليتها في تنوعها وتنوع الوانها. يقال بانه ثلاثه لا يجب اخفاؤها، ثلاث اشياء لا يجب اخفاؤها: الحب والاعتراف والحقيقه. واعتقد ان هذه التظاهره جمعت هذه المعاني الثلاثه. الذي جمعنا هو حب الراحل المناضل المجاهد المفكر سيد محمد بن الحسن الوزاني، وهو الذي اخذ بزمامنا جميعا من مناطق شتى لنحضر هذه التظاهر. لولا حبه لما جئنا بهذه التظاهر، فحبه منغرس في قلوب الصافيه
التي جاءت ممتنة برجل عظيم، رجل مثالي، رجل فريد في تجربته، في فكره، في صدقه. ايضا هي مناسبه للاعتراف، وزمننا وزمن التنكر، ونحتاج اليوم كمثقفين الى ان نعزز هذه القيمه، قيمه الاعتراف بالقامات التي تحتاج ان تبقى خالده، ساطعه، مشعه في الذاكره وفي النفوس. اعتراف بمنزلته، رغم ان التيار الرسمي يريد للاسم وللفكر وللثقافه ان يتوارى لاسباب يعرفها الجميع، لكن نحتاج كمثقفين انطلاقا من مهمتنا ومسؤوليتنا ان نجري ضد التيار، فنحافظ على الاقل على كينونتنا وعلى هويتنا باعتبارنا حاملين لثقافة، والمثقف في النهاية لا يجري وفق التيار، إذا خصوصا إذا كان التيار الجارف والتيار يجرف نحو التسطيح ونحو الفوضى ونحو العماء ونحو الخواء واللامعنى. يحتاج المثقف اليوم أن يرسخ أقدامه وجوده بارتباطه المباشر بهذه الأسماء التي تحمل المعنى وتدافع عن المعنى في زمن اللامعنى. ثم هي مناسبة للحقيقة، أنه اليوم يحيط بنا كم هائل من الزيف ومن التضليل، نحتاج أن نساهم جميعا حتى تنقشع غيوم هذا الزيف وهذا التضليل وتشع شمس الحقيقة ليراها جمهور الناس الذين أثر فيهم الإعلام وأثر فيهم السياسات السيئة، فأعمت منهم العيون وطمست منهم الأفئدة وجعلت منهم كتلة صماء غير مجدية وغير نافعة للأسف الشديد. موضوع يعني الذي اخترت الحديث فيه وقد سبق لي الاهتمام منذ أكثر من 15 سنة بفكر الراحل المرحوم الحسن الوزاني، في الواقع كان اكتشافي بالنسبة إلي، كان اكتشاف لماذا؟ لأنك وكأنك تصادف في لحظة ما وسط ضباب كثيف، تصادف خيوط نور تأخذك في لحظة ما، فتتفاجأ أن وراء الضباب هناك مصدر للنور. في التاريخ المغرب هناك علامات مضيئة يأتي على رأسها محمد بن الحسن الوزاني بفكره المتقد، بشجاعته، لأن اليوم نحتاج إلى فكر متنور ونحتاج معه إلى شجاعة القول. لا يكفي فقط الفكر المتنور المتواري عن الساحة وعن التأثير، لكن يحتاج معه إلى شجاعة الأبطال الأسطوريين الذين ينافحون عن أفكارهم ويترجمون أفكارهم ومثالياتهم على أرض الواقع ويتحملون. كان الوزاني رحمه الله من أوائل الوطنيين الذين وضعوا أصبعهم على أزمة الإدارة والحكم في المغرب، وكان يسميها أم الأزمات والمشاكل. الوزاني رحمه الله الرجل النزيه الذي عاش نظيفا ومات نظيفا، الزعيم المؤمن الغيور، هو في الواقع من تمكن من تسمية الأشياء بمسمياتها، الشجاعة اللازمة والبياء الناصر. طبعا الموضوع الذي اخترت الحديث فيه في شق يتعلق بالفلسفة هو بعيد عن ثقل وقائع تاريخية التي صنعها محمد الحسن الوزاني رفقة أسماء كبيرة لا يجب أن تنسى ولا يجب أن نسهم بتراجعها وانكماشها من ذاكرة الأجيال. اخترت أن أتحدث في موضوع الأخلاق أو فلسفة الأخلاق السياسية عند محمد الحسن الوزاني، اعتبار أنني وأنا القارئ متلمس للمعنى في نصوصه ونصوصه في اعتقادي،
التي هي سبب جدل كبير بين القارئين أو بين القراء، حيث يعني هناك حالة من التشهي في تصنيف الرجل، تارة ليبراليا، تارة ثوريا، تارة علمانيا، تارة إسلاميا. أعتقد أن قيمة الرجل في كونه استطاع أن يجمع حسنات هذه الأفكار بحكم تجربته، بحكم تنشئته، بحكم المسار والمخاض الذي عاشه في مسيرته الكفاحية والنضالية، استطاع أن يستفيد من أفكار كثيرة ويحافظ على التوازن وعلى الانسجام والتلاؤم في شخصيته الفكرية، مثلما استطاع أيضا في مسيرته النضالية فكرة وممارسة، استطاع أن يقوم بمراجعات ويقوم بتطوير لعدد من الأفكار. فلا يجب قراءة محمد في اعتقادي باعتباري متخصصا في تحليل الخطاب، لا يجب قراءة محمد الحسن الوزداني باعتباري ما أنتجه عبارة عن نص ميت. فالرجل هو عبارة عن دينامية من الأفكار التي طورها باستمرار وراجعها باستمرار، تالي يجب قراءتها في سياقاتها وملاحظة التأثيرات التي كانت وراء تقلبه في عدد من الأفكار، لأن قطع النصوص عن سياقاتها إماتة لها. إذن يجب دائما ربط النصوص بالسياقات التي تقلب فيها الرجل. طبعا أنا اخترت زاوية بسيطة، لا أريد أن أطيل عليكم والتعب قد أخذ منكم، لأنه ما زال ينتظرني قراءة تقرير لا تركيبي وأيضا يحتاج إلى جهد. إذن حاولت فقط أن أسلط الضوء على شيء طريف في الشخصية الفكرية للرجل، هو مسألة كيف كان ينظر للفلسفة الأخلاقية في مجال السياسة. نحن حين نرغب في البحث عن مفاتيح الأخلاق السياسية عند الوزاني، فإننا بصدد البحث في مجال في نمط يعني أخلاق تحررية كما يسميها المحامي موريس بيوتان، الذي هذه الأخلاق التي يقول التي تنقذ إنسانيتنا من التلاشي نتيجة القهر، وتنتشل وجودنا من التدهور نتيجة احتكار قيمتي السلطة والمال. إنها من وجه آخر أخلاق السلق والقوة تساندها وتعضدها، أخلاق النزاهة والكرامة. الأخلاق السياسية عند الوزاني تتأسس على خلفية تعطي الأولوية، كما يقول رحمه الله النص له، تعطي الأولوية لعزة الإنسان، يعني مركزية الإنسان في فكر الرجل وقيمه ولحقوقه ولحرياته، من كتاب النهضة والانبياء. أعاد الوزاني فلسفيا مكانة العواطف والأخلاق لميدان السياسة، خلافا لهيجل الذي أعجب بميكيافيلي وأعطى قيمة لفكرة القوة كسبب يقف وراء توحيد والوحدة داخل الدولة. الوزاني أعطى قيمة للعواطف الإنسانية أو استدعى العواطف الإنسانية لتعود إلى مجال السياسة من خلال مفاهيم الرحمة والإحسان والتعاطف الإنساني، كما أعاد الأخلاق أيضا لتحل محلها في مركز الفكر والفعل السياسي. طبعا هناك عدد النصوص أعفيكم منها وأمضي مباشرة إلى تأكيد على أن الوزاني رحمه الله يحرص على أن منطق الأخلاق السياسية كما يراه هو لا يمكن أن يكون مطابقا للسيطرة والجبروت والاستعباد، مقاوما لما يسميه بيغوفيتش إنهاء فكرة إنهاء الإنسان، وذلك انطلاقا من أن الإسلام، وهذا لا يجب أن ننساه ونحن نقرأ الرجل، لأن الرجل ابن القرويين، يعني تخرج من القرويين بحمولتها الفقهية والشرعية والدينية، لكن بأفقه المنفتح أيضا على العلم وعلى التقدم وعلى العقل. فإذا انطلق من الإسلام أن الإسلام يعلن بوضوح معارضته لصورة الحكم لدى
الفرس والرومان القائمة على التسلط والسيطرة والتي وصلت إلى حد تأليه الحكام ولدى النصارى بادعاء الحق الإلهي المناقض للعقل والإيمان. ومثلما أنه ليس هناك حدود بين المادة والروح، بين الدين والدنيا في فكر الوزاني، فإنه ليس هناك أخلاق تناسب الدين وأخلاق تناسب الدنيا. بالنسبة للوزاني ليس هناك دين في استقلال عن الدنيا، هي أخلاق واحدة في انسجام وتوائم لا تقبل التناقض ولا تقبل التزييف والنفاق. من هنا يأتي نقده لي بين قوسين للعدد من المواقف التي وقفها بعض رواد الحركة الوطنية ووسمها الوزاني بالنفاق، على اعتبار أن هذه المواقف كانت تعكس تناقضا صريحا بين الخطاب وبين الممارسة. يشير لها الأستاذ الوزاني رحمه الله: ما لكم تقولون ما لا تفعلون. التناقض الذي يقع فيه الإنسان بين خطابه للآخر وبين ممارسته. ينطلق الوزاني في تصوره هذا من أن الدين ليس مجرد عبادات روحانية حتى تنزوي الأخلاق في ركن محدود كما هو الشأن في النسق الثقافي الغربي الذي حصل فيه نوع من العلمنة لمجال الأخلاق، وإنما هو شريعة وحقيقة. انتبهوا كيف يستدعي الوزاني هذين المفهومين من الممارسة التراثية، ثنائية الشريعة والحقيقة. الشريعة تتكون من مجموع المبادئ والقواعد التي تؤسس علاقاتنا بالله وبأنفسنا وبالمجتمع. وأما الحقيقة، ولا ننسى أن الوزاني هو أيضا ابن مدرسة صوفية، ابن مدرسة صوفية ممتدة في التاريخ. الحقيقة هي إدراك الأشياء والمخلوقات والعلم بماهية الخلق والنور النافذ إلى الأعماق. غير أن الجانبين يتحدان في الإسلام دون امتزاج، ويعي بخصوصية كل جانب، الشريعة والحقيقة، في تكاملهما لا في امتزاجهما، في تناسق وانسجام. فالشريعة تمتد إلى مجال علم العقائد والإلهيات والأخلاق الفاضلة والحياة الاجتماعية، والحقيقة بخلافها تمثل ما هو ثابت ودائم، أي مجال الوحدة والخلود، فلا يتطرق إليها تغيير. كالشريعة إن مجال الشريعة هو مجال اجتهاد، لكن مجال الحقيقة ليس مجال اجتهاد. كالشريعة التي تنمو وتتسع حسب حاجيات ومتطلبات الجماعة البشرية، وغايتها ضمان مصلحة الفرد بتزويده بقاعدة بالحياة وبالنظام المحكم يسير بالمقتضى. من جانب آخر يشدد الوزاني على الأخلاق السيادية، وهي أخلاق الكرامة التي تجعل وجودنا الجماعي كأمة راشدة واعية سيدة لا مجال فيها لعقلية المغلوب والضعيف والقاصر. هنا أسطر على هذه الأوصاف التي أتى على ذكرها الوزاني، لأنه يحيل من خلالها إلى قراءته الخاصة لحالة التدهور التي عرفتها الأمة في تاريخها، يعني خصوصا بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية. وعلى المستوى الكوني يقول الوزاني: نؤمن بوجود المجتمع الإنساني بجميع طبقاته، نظر البعد الانفتاحي، ونؤمن بالتعاون والتضامن بينه بدل الصراع والتطاحن الطبقي الذي يفرق الأمة. في الواقع الحال هذا جانب في فكر الرجل يحتاج إلى بحث وإلى تعميقه، لأنه الرجل ذو بعد إنساني كوني فوق وطن، يعني يتجاوز حدود الفكر الوطني الإصلاحي الذي يهتم بالجغرافيا الإصلاحية المغربية أو المغاربية شمال إفريقيا، بحكم اهتمامها أيضا بقضايا التحرر في دول الجوار، لكنه يهتم بما يتصل بتحرير الإنسان، كل إنسان في كل زمان وفي كل مكان. يميز الوزاني في رصده لطوري الاستعمار والاستقلال بين نمطين من الفساد، تحدث عن فساد داخلي وعن فساد خارجي بحسب مجال تفشيهما، والحاجة إلى ترسانة قيمية وأخلاقية سواء في الدولة أو المجتمع
لمقاومة هذا الفساد، وهما فسادان في الواقع كان لهما أثرهما السيء في الدولة والمجتمع معا كما يقول الغزالي. كما يميز بين نوعين من الأخلاق في صلة الأخلاق بالثورة. طبعا تعرفون جميعكم بأن الرجل من المفاهيم الأساسية التي يجدها القارئ يعني بحضورها مكثف هو فكرة الثورة، الثورة الباردة والثورة من فوق، وأيضا فكرة الانقلاب بمعناها البنيوي والفكري والثقافي، ليس بمعناها الدموي والعسكري. فإذا يميز بين نوعين من الأخلاق في صلة الأخلاق بالثورة. قد كانت هناك ثورة تسمى ثورة تحررية ضد الاستعمار، كان موجهها أخلاق الصدق التي جسدها رجال المقاومة ببساطتهم بفطريتهم بإيمانهم. وجاءت بعدها الثورة الانتكاسية. إذا هناك يقابل بين نوعين من الثورات، ثورة تحررية حقيقية حملها رجال، وجاءت بعدها ثورة انتكاسية جسدتها القوى الرجعية التقليدية التي كانت موجهة بأخلاق الانتهازية السطحية الأنانية. جسدتها الرجعية والطبقة الإقطاعية الجديدة كما يسميها من المحتكرين والمختلسين والصماصرة والمغامرين والمقامرين والوصوليين والنفعيين والمحظوظين من كل جنس ونوع. فبالنسبة للوزاني رحمه الله أدرك بأن هذه المعركة، معركة التحرير، يجب أن تقوم في الأذهان قبل أن تقوم في الأعيان. يجب أن تقوم في الوعي، في عقول المغاربة، يجب أن ينشأوا على 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 حب الحرية والتحرر، وعلى الإحساس بقيمة الكرامة والإحساس بواجب الدفاع عن هذه الكرامة، قبل أن ننتظر يعني تعينها في الواقع وتجسدها في الواقع. وهذا واحد من أساسيات المراهنة على أهمية التنشئة والتربية والثقافة والتعليم، لأنه بدون هذه المسارات، وموضوعنا هو المسارات أو السبل التي نصل بها للديمقراطية. الديمقراطية لا تأتي على الدبابات. جربت الكثير من الدول استدعاء الديمقراطية، استنجاد ديمقراطية الغرب من أجل استنباد ديمقراطية داخلية أو محلية. هذه الحلول ترقيعية ولا تنتج إلا مزيد من الاستبدال ونتيجة والمزيد من القهر ومن الوكلاء الاستعمار الذين يتولون النيابة على الاستعمار في الحفاظ على مصالحه وضمان استمراريته. فالأستاذ الوزاني رحمه الله كان واعيا بأهمية أن تنشأ الثورة في عقول الناس، هذه الثورة الهادئة في عقول الناس وفي وعيهم قبل أن تتحقق في الواقع. من هنا تأتي أهمية التوعية والتربية والتعليم، لأنه لا يتحقق لنا استقلال عن التبعيات الموجودة شرقا وغربا. وانتبهوا لأن الوزاني رحمه الله كان شديد الحساسية، من رغم اهتمامه بالتعرف على النماذج والأنماط، أنماط التنظيم الاجتماعي الإنساني، قرأ الكثير من التجارب في الشرق وفي الغرب، لكنه كان معني بالضرورة بالبحث عن شيء يحقق الفرادة والتفرد للتجربة المغربية، ولكن لم يكن يبحث لا عن ديمقراطية شرقية ولا غربية. في قراءة التاريخ كان يقول بأن هذه الديمقراطية يجب أن تنشأ على هذه الأرض، وأن تنشأ بعقول أبناء هذه الأرض وبسواعدهم وبإراداتهم وبسعيهم لانعتاقهم. لا يمكن أن نفكر في استنساخ أي نموذج، ومن هنا يأتي التحفظ في كثير من الأحيان من الذين يعني يسارعون إلى تصنيف الرجل أنه كان علمانيًا أو كان. في اعتقادي من خلال تتبع النقاش في الصباح، الرجل كان شديد الإحساس باللغة، وبالتالي هذا النموذج من الفكر الذي يتحسس من المفاهيم والمصطلحات يحرص ما أمكن على أن يكون دقيقا في اختياراته. صحيح أنه كان مع التحرر وتحرير الإنسان والاعتماد على العقل وعلى التقدم، لكن مع استصحاب أصالة الفكر، لأن الفكر لا يكون أصيلا بتبني
المنتجات الثقافية هكذا بدون تمحيص، بدون فحص، بدون نقد، في 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 سعي الأستاذ الوزاني رحمه الله لتأسيس هذه الحزمة من القيم التي تؤتت فلسفته الأخلاقية في مجال السياسي، كان حريص على خاصية الفرادة، وحريص أيضا على تحقيق الغاية من الفرادة، وهو قطع الشرايين التي تصلك بالمستعمر، لأنه ما دامت هذه الشرايين باقية وممتدة سيظل تأثير وسموم المستعمر تمر إليك إما عبر البطن أو عبر العقل. وخطرك لما لا يقل خطر أحدهما عن خطر الآخر. نحتاج أن بأداة النقد كما يقول الأستاذ الخطيب، هذا النقد المزدوج الذي نحتاجه من أجل أن نبقى في دائرة الحياة، أن نمارس الرقابة على الأفكار من أجل أن نبقى في استقلال عن أي شكل من أشكال الهيمنة التي يمارسها الآخر تلقى من سلطتها الرمزية في العالم. طبعا أنا مضطر لتوقف عند هذا الحد لأنه ما يزال ينتظر بقرار تقييمي. أترك المجال إذا كانت هناك طبعا إضافات لإغناء الموضوع أو أسئلة. أشكركم على اهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله. نلاحظ أن الرجل في كل مرحلة خطب بكين التركيز. في الثلاثينات رجل حقوقي بالدرجة بشكل واضح. فبعد الحرب العالمية الثانية رجل دستوري بشكل كبير، لأنه أساس المبتدا والخبر للمستقبل هو الدستور. في فترة الاستقلال يعني دستور ديمقراطي رئيسي. يعني إذا بغينا نأخذ المحطات الثلاثة ديال الحياة، ولكن دائما بقى في سياق ليبرالي يعني ديمقراطي، حتى لما عاد إلى النصوص الإسلامية. لأن لما نقرأ إذا كان نقولوا علماني ماشي بالمعنى المتداول عند الناس، أنا لما أقول بأن شخص ما علماني انتبهوا إلى أسلوبه، الأسلوب اللي يكتب به. يعني ما تقرأ الوزاني الرجل علماني، إذا كان أسلوبه هو الرجل فأسلوب الوزاني علماني، يعني ما فيهش ماشي داعية، ماشي يعني ما كيناش في حاجة أخرى لخارج ما هو دنيوي، لأن يعني بالنسبة لي الأساسي هو الدنيوي، يعني هو الأساسي. إذا بالنسبة لهذا الخطاب هذا علماني، ولكن في كل مرحلة أشنو الاهتمام ديالو؟ يبقى في نهاية كاملة في جميع المحطات الديمقراطية الليبرالية حاضرة. إلا خدينا مثلا التسميات ديال التنظيمات السياسية اللي كانت تابعة ليه، الثلاثينات الحركة القومية، والقومية هنا ماشي بالمعنى الإثني، لا بالمعنى اللي استعملوه اليونانيين في القرن 15 والقرن 16 اللي هو الاستقلال، أن القومية هي البحث على الاستقلال. إذا عوض ما يقول الحركة الوطنية ده الحركة القومية، بأن كلمة قومية يعني أكثر عمقا، وفي الفرنسية هذا لها ناسيوناليزم، ماداش لها حاجة واحدة أخرى، بمعنى أن الوطنية اللي كتقلب على الاستقلال، وربما هنا المرجعية ديالو واضحة مع اليونانيين في القرن 15 والقرن 16. إذا التنظيم والحركة القومية، ما بعد الحرب العالمية الثانية التنظيم حزب الشورى والاستقلال، يعني الديمقراطية والاستقلال، ماشي الاستقلال وحده، لأن بالنسبة لي أي استقلال بدون ديمقراطية لن يكون إلا في مصلحة جهة أو تيار معين، إذا خصو يكون استقلال ديمقراطي. ثم في فترة ديال الستينيات حزب الدستور الديمقراطي. إذا ديما حنا مع الديمقراطية ومع الصحافة نفس الشيء. ففي الثلاثينيات عمل الشعب هي الجريدة. فما بعد الحرب العالمية الثانية بالعربية الرأي العام، بالفرنسية الديمقراطية. ثم في فترة ديال الستينيات الدستور، قال لنا الناس ما الدستور، الجريدة الثانية اسمها السياسة. إذا الرجل دائما بقى في إطار السياسة، بقى في إطار الليبرالية، بقى في الفترة ديال المنفى. يعني تطرح عنده سؤال،
لان بالنسبه للدعايه ولا بغينا شيطنه الليبراليه وشيطنه الديمقراطيه من قبل مجموعه ديال التوجهات اللي كانت توجهات مناهضه، طرح عليه سؤال. انا كنتحدث في الديمقراطيه في الليبراليه مع المجتمع الاسلامي، وبالتالي ان الخصوم يصنفوني انني ضد الاسلام. ففي المنفاه تم مساله رئيسيه هي تأصيل الليبرالية وتأصيل الديمقراطية من خلال الإسلام. طبعاً هنا كاين لأن الهدف إيديولوجي، هنا كان اختيار، كان الانتقال ديال الآيات اللي كتقرب من الليبرالية ومن الديمقراطية، ديال الأحاديث اللي كتقرب من ديال الأشخاص في التاريخ اللي كيقربوا عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، بحال هذه الأشياء. إذاً فبالنسبة لي أنا البحث عن التأصيل هو اللي خلاه يمشي ما هو الإسلام. ربما هذه هي الخطوط العريضة تناولها الأستاذ من خلال التدريس، من خلال ما هو أخلاقي. يمكن ناخذ شي شوية ديال النقاش.